صبرت كتير؟ أوي. على إيه؟ على الكفاح، على الوصول للي أنا فيه. يعني ما أقدرش أنا أقول مكانتي عند الناس فين النهاردة، إنما بحس من خلال القاعدة الشعبية العريضة إنها بتعتز بوجودي أوي، وحتى يمكن الطبقات الأرستقراطية الأرستقراطية برضو بيحبوا يسمعوا موال شفيق جلال، وبيسمعوا يا عم يا بنا أيامهم لما كانوا تلامذة، وبيسمعوا موال الصبر اللي بيصبر الناس على حاجات كتير. فلو في تاريخ حياتي الصبر كتير قوي. في مواقف محددة يا أستاذ شفيق تفتكر إنه الصبر هو اللي عالجها؟ صبرك. آه، يعني أنا بستعين بقول الله سبحانه وتعالى: إذا صبرتم نلتم وأمر الله نافذ، وإذا ما صبرتم كفرتم وأمر الله نافذ. يا سلام. فالإنسان إذا عاش من غير صبر بينفر من حياته، بيتضايق، لأن البني آدم بطبيعته عجول. حتى واحنا في زمن السرعة النهاردة، أيوة. بتبقى انت ماشي مثلا بسيارتك او سيارة اخرى ماشية، ويجي شاب او رجل او انسان مستعجل، لان القيامة كانت هتقوم يوم 28، فعاوز يلحق يروح مشواره قبل يوم 28 فيضرب لك كلاكس وراك طاق طاق. طيب انا قدامي 20 عربية، اروح فين؟ لو خدت له يمين الاقي واحد من جنبه، وبعدين لو خدت شمالي الاقي تاني. الله، ما الصبر يا ناس. ومن الصبر انا غنيت له كتير قوي يا استاذ احمد. حضرتك غنيت موال الصبر وغير موال الصبر. ايه؟ قلت يا عيني على الصبر لما يطلبوا عطار. اللي بيبيع الصبر. ايوه. ويتمنوا ما يلاقيه لو دقله عطار الرق او المصر. يا سلام. ويدور وراه البلاد يلقى الادم عطار مش عارف يوصل. صبرت على الصبر، ما صبرش معايا الصبر يا خاين الود لو تعرف مقام الصبر. اسألني عن الصبر أقولك ايه يفوق الصبر، احلى من الصبر صبر الصابرين عطار.